معانا مداخلة من رجل الدين الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء وزارة الأوقاف. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا أستاذة؟ ازيك يا شيخنا، أخبار حضرتك إيه؟ الله يسترك ويسعدك يا رب. الله يسعدك على راسي. بص بقى يا شيخنا، أنا هتفق معاك على اتفاق. أنا اتفضلي. مش عايزة كلمتين أطيب بيهم الخاطر، تمام. أنا عايزة كلمتين في الصميم. اللي في الصميم. هسألك بقى السؤال، اتفضلي. حكم، هل الدين ليه حكم ان اب يبدي حد من عياله على التانيين؟ قلبي بيمل له يا اخي، بحبه وبيريحني يا اخي، هو الوحيد اللي بياخد باله مني، تمام. نعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي لحضرتك وللضيفة الكريمة، إن شاء الله حلقة موفقة إن شاء الله رب العالمين. الله يخليك يا شيخنا، اللهم آمين. مسألة التفاضل بين الأولاد، الأصل إن الواحد يتعامل مع أولاده كلهم معاملة طيبة، معاملة يعني لا يفرق بينهما، لكن مسألة الميل القلبي اللي حضرتك تقصديها. قلبي بيمل وده بالضبط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كل زوجاته، لكن كان عنده ميل قلب شوية للسيدة خديجة أو للسيدة رزقت حبها، تمام. لكن برضو بالنسبة للأولاد هيكون عندي ميل قلبي لحد مثلا لأنه هو حنين عليا شوية، هو بار بي أكتر، هو طائع لي أكتر، ما فيش مشكلة في دي. لكن في التعامل نفسه ما ينفعش أفرق بين الأولاد في التعامل نفسه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه ان هو كان يقبل الحسن والحسين. الله. واحد من الصحابه قاعد عنده بيقول له يا رسول الله، الاخ ابن حابس، اتقبلون صبيانكم؟ والله ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: او املك ان نزع الله الرحمه من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي له الحسن والحسين كان يقعد ده، ودول احفاده، فما بالك بالابناء كمان، كان يقعد ده على الفخذ ده ويقعد الثاني على الفخذ المقابل ويلعب معاهم، حتى وهو بيصلي كان يقعدهم وياخد باله وبتاع، لان في ناس حتى لما بتيجي تصلي اللي هو يقول لك لا العيال بتروح، شايط العيال، العيال بتعدي من جنبي مش عارف ايه، لا كان يقعدهم كده ويكمل. ففي ناس ما بتاخدش بالها ويقول لك ده حنين ده مش حنين. انا عايز اعرف لو هم يا مولانا دلوقتي طلبوا مني حاجه فوق طاقتي وهم ما بيعملوا ليش كل حاجه انا بطلبها، لو انا ما عملتهاش يبقى عقوق؟ بالنسبه للاولاد شوفي حضرتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب فاتقوا الله ما استطعتم. وحتى ربنا سبحانه وتعالى في انفاق الرجل على اهل بيته ربنا قال لنا ايه؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. المفروض الانسان ينفق على اهل بيته بلا اسراف ولا تقتير. يعني لا يعني لان الاسراف حرام والتقتير اللي هو البخل برضه لا، يعني حرام. انا قصدي يا مولانا هم طلبوا مني حاجه، عشان بقى الحلقه دي معموله اكتر للمراهقين اللي في الاعدادي والثانوي وهم بيغلسوا عليا، فانا ينفع اغلس وما اعملهاش؟ لو من باب التقويم يجوز. لا انا اقوم اهلي، يعني هم يقولوا كده ما هو بابا ما عمليش كذا، فانا مش هعمل لبابا الشاي لما يطلبوا مني، مش لا قادر. انا هعمل نفسي نايمه. لا طبعا لا، هذا خطا. شكرا، الله يسعدك يا مولانا. وعقوق؟ هذا خطا. طب ده عقوق خطأ ولا لا يا مولانا؟ يا فندم ربنا سبحانه وتعالى قال: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، ابوه كان مشرك، رغم كده لما كان في الايات المشهوره، واخد بال حضرتك، يا ابتي
كل كلمة منهم أو كل آية أنا آسف، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يتحايل عليه حتى لو هو أوتي من العلم أكتر منه. آخر حاجة مولانا هسألك عليها، إنه إيه عقوبة إن يقول لحد يعني يا أسود، يا أبو شكل وحش، يا تخين، يا أحدب، يا 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 يا، دي عقوبتها إيه يا مولانا في الدنيا والآخرة؟ حتى لو يعني لو الأهل هم اللي قالوا لطفلهم، أو إن إحنا بنقولها لحد في الشارع. هذا يعد من الكبائر، احتقار الناس والسخرية منهم هذا من الكبائر. الله عز وجل، حتى لو للأولاد، ده المفروض إن أنا بغرس في ابني الثقة بالنفس، طبعا بغرس في ابني، حتى لو هو بغرس فيه إن هو يبقى عنده نوع من الألفة بيني وبينه وبين الناس. الله عز وجل حرم ذلك ونهى عنه، قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما مر من المرات قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء. لا إله إلا الله. يا ابن السوداء، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له انك امرئ فيك جاهليه. خد بالك حضرتك، لان العبره ان يعني هما كانوا بيقولوا ان فعلا كلمه زي دي تعكر بحر كامل يا مولانا. طبعاً. نورتني وتسلم لي وعلى راسي، اشكرك يا مولانا. شكرا للشيخ اشرف عبد الجواد من علماء وزاره الاوقاف.